مباشرة من لندن ينضم إلينا عبر تطبيق زوم علي محمود الهدياني، السكرتير الصحفي لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي. مرحبا بك معنا سيد علي. وبداية، الرئيس الزبيدي من خلال حديثه الأخير في زيارته لبريطانيا أكد على مشاركة المغترب في عملية التنمية والبناء في المستقبل. ما هي الأهداف التي تحملها هذه الزيارة التي يقوم بها الزبيدي هذه الأثناء؟ أسعد الله مساكم بالخير أخي علي، أسعدك. أسعد الله مساكم ومسا المشاهدين جميعا. لا شك بأن زيارة الأخ الرئيس القائد إلى المملكة المتحدة تحمل في مجملها العديد من الملفات التي تهم شعبنا وقضيتنا. ومن خلال الزيارة أجرى الرئيس القائد العديد من اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة هنا في المملكة المتحدة. معظم هذه اللقاءات كانت عبارة عن لقاءات مغلقة، وأيضا نفذت الكثير من الزيارات والجلسات، ومنها ما كانت الزيارة للجاليات التي تمثلت بزيارة الرئيس والوفد المرافق للجالية الجنوبية في منطقة برمنغهام أمس. نعم، وسنستكمل بقية اللقاءات في خلال اليومين القادمين. وهذه اللقاءات كانت مثمرة وإيجابية جدا، وستبرز نتائجها بإذن الله في القريب العاجل. طيب، التأكيد من قبل الرئيس الزبيدي كما تابعنا في تصريحه على دور المغترب في أرض المهجر، تحديدا في المراحل الحالية من خلال جهودهم في إسناد القضية الجنوبية وإيصالها للمحافل الدولية، وحتى فيما بعد في إطار العودة إلى الوطن لاستعادة الدولة والأبعاد التي تترتب عليها. كيف يتلقى المغترب الجنوبي في أرض المهجر هذه لربما النظرة وهذه الأبعاد التي تتبعها؟ لا شك أخي علي أن المغترب الجنوبي في مختلف دول الاغتراب له دور فعال ودور إيجابي، سواء على مستوى البلد الذي يتواجد فيه، سواء على مستوى بلده الأم. نعم، وحديث الرئيس أمس كان حديث من القلب إلى القلب، إلى الأخوة أبناء شعبنا هنا في المملكة الذين قدموا من مختلف مناطق المملكة المتحدة. الجميع هنا مستشعر بحجم المسؤولية الملقاة عليه والواجب الوطني الملقاة عليه. الجميع مستعد للعودة إلى أرض الوطن للمساهمة بفاعلية والمساهمة بإيجابية في بناء مؤسسات دولتنا المنشودة، ولتقديم خبراتهم التي كسبوها في دول الاغتراب للمساعدة في بناء الوطن الذي نناضل من أجله والذي ضحى من أجله قوافل من الشهداء من أبناء شعبنا. طيب، كيف يتابع المغتربين كما ذكرت من أبناء هذه الجالية الجنوبية الزيارات التي يقوم بها رئيس المجلس الانتقالي، وتحديدا الجهود الدبلوماسية والسياسية، وما هي ردود الفعل حول الزيارة الأخيرة التي تحدثنا عنها آنفة؟ بالنسبة لتفاعل أبناء شعبنا هنا في دول الاغتراب خصوصا في المملكة المتحدة، كان تفاعل شعبي وجماهيري غير مسبوق، وهذا ما عهدناه من أبناء شعبنا. احتفاء كبير بالسيد الرئيس والوفد المرافق له، الآلاف من أبناء شعبنا قدموا من مختلف المقاطعات هنا في المملكة المتحدة إلى مدينة برمنغهام حيث أقيمت الفعالية، والجميع كان مبتهج ومسرور. وقد رأيتم تفاصيل الحفل الفني والخطابي الذي يقيم احتفاء بقدوم السيد الرئيس والوفد المرافق له أيضا، والجميع كان مسرور، الجميع كان يود رؤية الأخ الرئيس والوفد المرافق له والجلوس معه والاستماع منه بشكل مباشر إلى تفاصيل رحلة النضال التي يواصلها شعبنا بقيادة الرئيس الزبيدي لاستعادة دولتنا الجنوبية كاملة السيادة. نعم، أنا أشكرك جزيلا. تفضل. بالنسبة نعم لردود الفعل، نعم هناك مثل ما رأيتم تفاعل إعلامي غير مسبوق، سواء من الإعلام البريطاني أو من الإعلام الدولي. الكثير من القنوات قصدوا مقر إقامة الأخ الرئيس وحاولوا التواصل معنا لإجراء مقابلات، وأجريت هناك الكثير من المقابلات سواء على مستوى القنوات الدولية البريطانية، منها القناة الرابعة والبي بي سي عربية والبي بي سي نيوز الإنجليزية
وأيضا مستوى الصحف الكبرى على مستوى الجارديان، هنا كانت في لقاءات للإندبندنت والإيكونومينست والعديد من الصحف الكبرى التي أجرت مقابلات مع السيد الرئيس تحاول من خلالها تسليط الضوء على زيارة المملكة المتحدة. أنا أشكرك جزيل الشكر السيد علي محمود الهذياني السكرتير الصحفي لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، كنت معنا مباشرة من لندن، شكرا جزيلا لك.